أنا لا أعتقد أن أي من رؤساء الحكومات المتعاقبة كان له هامش صغير ولو يدفع أو يدفع بالذباب عن أنفه. جميعا دون استثناء مرتبط بالإرادة الخارجية، وجميعا بدون استثناء مرتبط بالإرادة الإيرانية بشكل أو بآخر. الإرادة الأمريكية إلى حد معين بالتأكيد هي حاضرة، يحاولون إلى حد معين يعني بالانس مع الإدارة الإيرانية، ولكن تبقى الإدارة الإيرانية هي الفاعلة في الشأن العراقي. أما أن محاولات رئيس الوزراء إلى التعامل مع التوتال الفرنسية أو سيمنس الألمانية بالتأكيد هي حالة إيجابية، ولكن أنا كمتابع لا أرى مجال أبدا للعراق أن يعاد الكهرباء فيه ما دام الإرادة الخارجية مسيطرة على الإرادة العراقية، لأن إعادة الكهرباء تعني إعادة الصناعة وإعادة الزراعة وإعادة الحياة بشكل عام، لأنها الطاقة الأساسية لمعظم المصانع ومعظم المزارع. وبالتالي لا إيران ولا أمريكا تريد حقيقة أن يتقدم العراق أنملة، ولكن الخلافات الأمريكية الإيرانية هي التي قد تنقلب بشكل بآخر على السلوك السياسي العراقي. دائما يحاول الحكومات العراقية أن تبدو وكأنها تمسك العصا في الوسط من النص، ولكن حقيقة هي لا تملك يد لكي تمسك عصا في الأساس. هذا ليس يعني تهجم، ولكن الواقع العملي أعطانا لنا هذه الدالة القاطعة. الشيء الآخر، تعال معي واحسبها كما قال زميلي قبل قليل، الحكومات المتعاقبة ولم يكن عنها السوداني بعيد تأتي بمولدات كهرباء تعمل بالغاز وليس لدينا غاز. إذن هذا أساسا هي إرادة خارجية فرضت هذه الحالة. ثم أين البديل من عمليات القطع المتكررة من الجانب الإيراني إذا كنت قد اضطررت أو أخطأت في اختيار هذا النوع من المولدات؟ ممكن أن تعمل خط مع قطر، ممكن تعمل خط مع دول أخرى، على ذلك يجعل إيران مجبرة على أن لا تلعب كما تتمنى وتشتهي. إذا نحن أمام إرادة مسلوبة من الجانب العراقي، وكل ما نتحدث عنه للأسف الشديد هو مجرد يعني وصف للحالة القائمة، وهناك في جبل الجليد ما مخفي أسوأ وأمر وأدى. إذا لا أعتقد هناك محل لأن العراق يخرج من ما هو فيه من مأساة للأسف الشديد.